مبروك عليك السي طهاج، بارك الله عليكم، مبروك عليكم وعلى الوليد. هذه النتيجه اللي حصلت عليها وطبيعه الحال ما خرجتش من الفراغ بالاهتمام ديالك. بارك الله عليك، مبروك مبروك، الله يوفقك. الف مبروك سيدي. رئيسه ديال الجمعيه اللي كتدخل الجهد ديالها في هذه المؤسسه هذه، ديال المجهودات ديالها تما هنا ان شاء الله. الجمعيه ديال المؤسسات هي مريوس هي معروفه في طنجه، يعني السمعه ديالها معروفه بالنتائج ديالها اللي كتقارب 100%. اختصاصنا هذا الشيء اللي كنقوموا به بالعكس على راس العين، خاصه ملي كنشوفوا النتائج اللي هي هكا مشرفه واللي كتفرح فعلا. هذا نهار كبير، انا ما تلاقينا وكنحتفلوا به بالصفه، ومبروك عليكم النتيجه هذه. انا تفوقت بانني نحصل على معدل 18.90 في امتحانات البكالوريا، كيجيني اول نقطه في الشعبه ديال المرياضيه بطنجة، وانا جيت سعيد بهذا الانجاز هذا، وكنهدي هذا الانجاز صراحه للوالدين ديالي، الاسره الصغرى ديالي، وطبعا حتى الاطر والاساتذه في مدرسه مؤسس مولاي يوسف التقنيه. صراحه شعبه العلوم الرياضيه كتمثل شويه بالتشالنج والتحدي اللي كتعطي التلاميذ، عليها ضروري خاصها تكون بريباسيون كتبدا مكثفه من اول السنه، مع ذلك ما تبقاش مكثفه بحال البريباسيون يكون مباشره قبل الامتحان. البريباسيون كتكمل في ان كندير داكشي اللي كيتعطانا في المدرسه. طبعا الانسان اللي كيبحث على التفوق كيزيد شويه من عنده في الدار تحت تاثير الوالدين، خاصه انا الوالدين ديالي بجبيهم في مجال ديال الرياضيات الحمد لله. و كنصح حتى التلاميذ اللي مقبلين البكالوريا بانهم يستعنوا بريباسيون كوليكتيف مع الدراري صحابهم، حيث انا حسب التجربه الخاصه ديالي هذه الميثود كتجيب اكل ديالها اكثر من البريباسيون انديفيديوال. صراحه بالنسبه للمستوى ديال الاسئله الامتحان، صراحه كنظن بان مستوى عادي متوقع بالنسبه مثلا للشعبه كشعبه علوم الرياضيه. كل سنه طبعا كيكونوا واحد 15 ديال لي بوين يكونوا مضمونين تقريبا، يعني يكونوا في المتناول ديال الاغلبيه. كتبقى واحد النقط طبعا كيتطلبوا شويه ديال الذكاء التلميذ، كيختبروا الفهم ديالو الجيد للدروس. ما عنديش اطلاع صراحه بالشعب الاخرى، كي كنظن كينطبق على نفس الشيء، يعني طبعا ما يكونش الامتحان كامل اسئله مباشره، وانما ولا في هذيك الحاله ما يكونش واحد ما كاينش يكون بكالوري معيار باش يفرقوا ما بين التلاميذ ويفرزوا شكون اللي متبع الدروس ديالو المنهج ديالو وشكون ما متبعش. بالنسبه للحاله النفسيه ديالي صراحه قبل البكالوريا جيت طامح صراحه، كنشوف راسي متمكن من الدروس ديالي الحمد لله. ديك المجهودات طبعا ما تكونش اون فان، طبعا الانسان كيكون متوقع واحد النقطه مزيانه. صراحه من بعد ما دوزت الامتحان ديال الفيزياء للاسف ما كنتش دوزته بالطريقه المثلى اللي كنت باغي صراحه، ولكن ما خليتش هادشي يحطمني صراحه المونتاليتي ديالي، دخلت للمواد الاخرى مونتاليتي بوزيتيف، جاب الله التسليم من بعد الحمد لله. بالنسبه للتلاميذ اللي نجحوا في الامتحان كنهنئهم وكنقول لهم مبروك، كنقول لهم دابا المرحله اللي ما جات توجيه هي الاهم صراحه، كنظن هي اللي كتحدد لا كاري ديال الانسان دابا واحد 5 سنين فين يكون، وكتحدد المستقبل ديالو. بالنسبه للتلاميذ اللي جاهم استدراكيه، كندعم بانهم يشدوا عاوتاني المجهودات ديالهم، البريباسيون شويه مكثفه، ربي عطاهم فرصه ثانيه خصهم يستغلوها، يفرحوا والديهم ويفرحوا راسهم بالدرجه الاولى، راه هادشي راه عنده افيم ديريكت على الكارير ديالهم في المستقبل. بعد النجاح هذا كنطمح انني نمشي لكلاس بريبا قسم تحضيريه، سواء هنا في المغرب سواء في فرنسا، ان شاء الله نكتفي في المجهودات ديالي باش نولي شي مدارس عليا ديال الهندسه ان شاء الله. والطموح ديالي ملي كنت صغير صراحه باغي نولي مهندس برمجيات صراحه، حيت كيعجبني هذا المجال هذا البرمجيات، وكنظن صراحه هذا هو المستقبل صراحه ديال البشريه، ماشي لهذا المجال هذا النحو هذا. في كتاب الدراسه ديالو في الثانويه التقنيه مولاي يوسف، يعني بالنسبه لهذه النتيجه هذه هي جات يعني ماشي واحد صدفه، ولكن كانت متوقعه، كنا كنتوقعوا في الحقيقه واحد النتيجه احسن من هذه، الا ان جاتو مع البريباراسيون ديال زولمبياد ناسيونال اللي جاو في وقت واحد، يعني صعيب باش توفق ما بين هاد جوج ديال المسارات هادو، ومع ذلك حصل على نتائج مشرفه على مستوى الاولمبياد الوطنيه وعلى المستوى البكالوريا في هذه النتيجه 18.90، يعني في العلوم الرياضيه ماشي سهله. والنصيحه ديالي للاباء
يعني بالنسبه للبكالوريا راه كتبدا ماشي في البكالوريا بدات ولكن كتبدا بمسجد عام مشترك. انا كنصح الاباء يعني انه يوقفوا مع اولادهم ابتداء مسجد عام مشترك اللي كيستهنوا بها اغلب الاباء، ومن بعد البكالوريا ان شاء الله هو يعني عنده ديجا واحد القناه في بروغراماسيون في اليوتيوب اللي في البروغراماسيون ديال لافورماتيك اللي انه كيطمح ان شاء الله يكون مهندس في الاعلاميات. وبالنسبه لي عندي انا ما يلقى غير الدعم، يعني انني غندعمو حتى النهايه. الكبير اذا خوه الكبير تبارك الله عليه مهندس في الاعلاميات، هو ديفلوبر يعني كي ديفلوبي في الاعلاميات، وعنده اخته صغيره اللي ان شاء الله العام الجاي غتكون اولى بكالوريا علوم رياضيات، هي غتكون ان شاء الله متفوقه يعني متوفقه هي في المسار الدراسي ديالها ان شاء الله. وبالنسبه لنا الاشاره فانا حاصل على اجازه في الرياضيات، والام ديالو حتى هي رياضيات، يعني بالنسبه للعائله ديالنا كاملين حنا كما قلت كنخدموا تمارين مجموعين في الدار، يعني الميدان ديال الرياضيات عندنا ما كاينش نهار اللي ما كنخرجوش فيه تمارين في الرياضيات، وهذا الشيء كينعكس على التلام تبارك الله عليهم الله يحفظهم. وكنتمنى ان شاء الله الخير لولاد المغرب كاملين. وشكرا. احنا اليوم كنتواجدوا والصحافه كتواجد معنا باش تواكب معنا هذا الحدث اللي عندنا اليوم، هو الحصول على احد تلامذتنا على المرتبه الاولى كمعدل نتاع 18.90 في العلوم الرياضيه خيار فرنسيه ب. بطبيعه الحال هذا الوليد هذا اللي هو طه اليوسفي هو جا في هذا التتويج ديالو، هو جا في واحد في اطار واحد السيروره في الدراسه ديالو، لان دائما عودنا على التفوق ديالو في المسار الدراسي ديالو. بطبيعه الحال هذا الشيء ما كانش غادي يتاتى لو ان الجهود نتاع الاسره ديالو بالدرجه الاولى اللي بغينا نشكروها للمواكبه ديالها، وكنتمنى ان جميع الاسر انهم يواكبوا وليداتهم باش يتفوقوا في الدراسه ديالهم، لان هذيك المواكبه نتاع الاسره مهمه جدا. بطبيعه الحال غنشكر الطاقم التربوي في المؤسسه، الاساتذه كلهم بدون استثناء على المجهودات التي يقومون بها لصالح هاد الوليدات ديالنا، واللي هو من الصميم الواجب ديالهم، ولكن خصنا نشكرهم كذلك باش على الاقل نحفزوهم يزيدوا اكثر في العطاء ديالهم اللي ما كيبخلوش به على الوليدات ديالهم. تبارك الله عليك. مبروك الله 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 مبروك الله